الاتفاقية النووية الإيرانية قد ماتت ولا يمكن العودة إليها أبدا. الإيرانيون انتهى حظر السلاح عليهم، وقد توقف حظر وتقييد توريد وتصدير الأسلحة إليهم والتكنولوجيا، وقريبا سوف تنتهي أيضا القيود الموضوعة على عدد أجهزة الطرد المركزي المتقدمة. والإيرانيون فعلا قد بدأوا بزيادة تخصيب اليورانيوم بكميات كبيرة تتجاوز كل الحدود والقيود التي وضعت سابقا، وبالتأكيد بما يتجاوز حدود التخصيب الذي هو في ضمن حدود الاستخدام السلمي. طبعا هذا خلال سنة انتخابات، لا يمكن للرئيس بايدن أن يحاول الآن العودة إلى هذه الاتفاقية. قد حاول بجد كبير خلال السنتين الأولتين من رئاسته، حاول تخفيف العقوبات من خلال عدم فرض العقوبات وتوصيل المال، وأيضا دفع الفدية مقابل الرهائن الأمريكيين إلى طهران. فقد قام بالعديد من الإجراءات محاولا إثبات حسن النوايا، ولكن هذا لم يصل به إلى أي مكان. إلا أن الآن أولوية إدارة بايدن هي واحدة: أولا أن لا يكون هناك حرب واسعة في الشرق الأوسط بما يتجاوز غزة، ومن أجل ذلك فإن إدارة بايدن تظهر كما كبيرا من الصبر الاستراتيجي، وتتخذ العديد من الإجراءات الدفاعية، ولا تصعد إلا في ظروف قليلة جدا، عندما حصلت العملية في بغداد، وإذا كان هناك مثلا أي انتقام من الحوثيين في الأيام القليلة القادمة. هذه إجراءات محدودة، وقد استغرقنا وقت طويل للوصول إلى هنا. 128 هجوما ضد القوات الأمريكية والأفراد الدبلوماسيين في العراق على سبيل المثال. الإدارة الأمريكية لا تريد أن تفعل أي شيء للتصعيد، لن تصعد ضد أذرع إيران، ولن تصعد ضد إيران نفسها في طهران حاليا. وأعتقد بأن النوايا نوايا حسنة من قبل الإدارة الأمريكية، ولكننا نرى إيران وأذرعها قد شعرت بالشجاعة، وكأنهم أعطوا الضوء الأخضر بسبب أنه ليس هناك إجراءات تتخذ ضد أعمالهم، ولابد أن يكون هناك إجراءات تتخذ ضد الحوثيين حاليا. يجب أن تكون محدودة، ولكن يجب أن تتخذ بسرعة.